ينضم إلينا من تونس ياسر دبابش مراسل غد لمزيد من التفاصيل. ياسر، إذن مدى أهمية هذه المحادثات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي؟ صباح الخير شروق. يعني تأتي ربما هذه المباحثات بين الجانبين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية إنجاز التعبير في إطار تحريك المياه الراكدة بعد استلام الحكومة التونسية بقيادة نجلاء بودر رمضان زمام الأمور في البلاد، وعلى وقع التحضير والتجهيز أيضا لقانون المالية للعام المقبل. الاجتماع جرى فعليا ما بين عدد من المسؤولين التونسيين أبرزهم محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيرة المالية التونسية وعدد آخر من المسؤولين، إضافة إلى مسؤولين من صندوق النقد الدولي. هذا الاجتماع عقد عن بعد يوم الخميس الماضي، لكن البنك المركزي التونسي أعلن عنه منذ ساعات قليلة. تم الاتفاق ما بين الجانبين على ضرورة اتخاذ خطة إصلاحات أو توجهات إنجاز التعبير واضحة من الحكومة التونسية، وأن تضع ذلك في خطوة أولية بقانون المالية لعام 2022، وذلك لتشجيع المستثمرين الأجانب. وكذلك كان هناك ربما نوع من التوافق على ضرورة مشاركة الأطراف الوطنية في خطة إصلاحات اقتصادية واضحة تتبناها الحكومة التونسية بقيادة نجلاء بودر رمضان في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعقدة والخانقة التي تمر بها البلاد، وأيضا في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها خزينة الدولة التونسية. إذن هذا الاجتماع يأتي في وقت صعب وحرج تعاني فيه تونس من أوضاع اقتصادية ومالية معقدة، ربما يكون الحل عن طريق صندوق النقد الدولي مع استئناف المحادثات رسميا ما بين الجانبين. طيب، هل من شروط معينة تحدث عنها البنك الدولي خلال هذه المحادثات صندوق النقد الدولي؟ يعني تم الحديث عن التوجهات بالنسبة للحكومة التونسية الجديدة. البيان كان مقتضبا شروق حقيقة من قبل البنك المركزي التونسي الذي أعلن هو رسميا عن هذا الاجتماع واللقاء، لكن ربما هناك مخاوف من الأجواء في على الساحة التونسية وعلى الصعيد التونسي، لكن يبدو بالمقابل بأن هناك كانت حالة من الاطمئنان لدى المسؤولين التونسيين لممثلين أو ممثلي صندوق النقد الدولي لاستئناف يعني الدعم وكذلك المحادثات، وأيضا وضعهم في صورة آخر التطورات في الأراضي التونسية والوضع الاقتصادي فيها. شكرا ياسر دبابش مراسل غد، كنت معنا من تونس.